مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة اللي كنتواجدوا بشوارعها في هذا الاثناء. فبعد تهاطل الامطار هذا اليوم على عاصمة دكولا، ما بقاش البرد القارس، الهدوء كيخيم على شوارع عاصمة دكولا. كيف داير الجو بالمدن ديالكم نتوما؟ فهذه هي حالة ديال الاجواء داخل شوارع مدينة الجديدة كما كتلاحظوا معنا وكما كتشوفوا في هاد الأثناء، يعني 10:56. هذا هو الجو العام داخل مدينة الجديدة بشوارع مدينة الجديدة، ما بقاش ذاك البرد القارس اللي عشناه هاد الأيام قبل تهاطل الأمطار، رغم أن الأمطار اللي تهاطلت على عاصمة دكولا فما بقاش البرد القارس والهدوء يخيم على شوارع عاصمة دكولا. كيف داير يعني الجو عندكم انتوما؟ هذه هي الاحوال وهذه هي الحالة ديال الجو عندنا هنا بمدينة الجديدة بعاصمة دكولا. فدائما يعني كما كان تحدثوا كما كنتكلموا يعني على الاجواء اللي كتخيم على عاصمه دكولا، يعني منطقه دكولا في هذه اللحظات اجواء جميله، رغم ان الساعه تشير الى يعني في حدود هذه اللحظات كما كتلاحظوا معنا الساعه تشير الى 11:00، يعني 11:02 حتى الحدود هاد اللحظات، ولكن دائما جو جميل، ما كاينش ذاك البرد القارس اللي موالفين يعني كنعيشوه. مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا معنا جو هادئ، جو جميل، ما كاينش برد قارس بالشي اللي عشناه خلال الايام القليله الماضيه، ولكن على ايين. فكيفاش داير الجو عندكم نتوما بالمدن ديالكم؟ امطار الخيط ساقطت هذا اليوم ولكن كانت قليله، ماشي بالشكل اللي يعني كينتظروه الفلاحه ديال منطقه دكولا اللي هما في حاجه ماسه الى امطار الخير، لان كاين مجموعة من الزراعات اللي في هاد الأيام، يعني إذا كان زراعة الحبوب خاصة الأراضي البورية يعني ما كاينش ما يتنقد، يعني تحرقات الأراضي أصبحت قاحلة، الأراضي اللي كان فيها يعني الشعير والقمح وفرينة، دابا هاد الأمطار هي صالحة للقطاني، صالحة يعني الفول، الدرا، جلبانة، العدس، لوبيا، هذه الزراعات اللي باقا صالحة لها الأمطار، وصالحة أيضا للخضر، يعني الخضروات والفلاحة وخاصة الأراضي البورية، لأن الأراضي السقوية فهي ما تضرهاتش، الناس عندهم الآبار، وكاين الناس اللي دائما كنقولوها كيسقيو يعني عن طريق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وان كان يعني السقي ماشي بداك الشكل اللي باغي الفلاحه، لانهم كيعطوهم كل زون يعني كل منطقه كيعطوها تسقي وكيقطعوا ليها الماء وكتاخذ يعني المنطقه الاخرى. ثم كتشوفوا التهور ديال صاحب هذه الدراجه الناريه اللي السرعه باش جاي جاري، يعني بسرعة جنونية. فهادو اللي كيجرو بهاد السرعة كيخدمو في بعض المحلات، يعني ديال كيفرقو المأكولات، هو خاصو يجري غير باش يوصل الماكلة سخونة، ولكن ما كيشوفش الطريق أمام. على أيين احنا دائما كنتكلمو على الأمطار الخير اللي تهطلت على مدينة الجديدة خلال هذا اليوم،
الامطار كانت قليله ماشي بالشكل اللي كانوا باغينو الفلاحه، وكان يعني باقي الامل في الله ان شاء الله تهطل امطار الخير خلال الايام القليله المقبله ان شاء الله، وتنعش امال الفلاحين هاد الامطار، لان منطقه دكالة فاغلب الاراضي اراضي فلاحيه كما كتشوفوا، يعني التهور دائما ديال سائقي هاد السيارات ودايرين سباق بحال اللي هما ثلاثه السيارات غاديين كيتسابقوا، وهادشي خطير جدا خلال هاد الاوقات من الليل، يعني الساعه 11 ناس دايرين سباق في الشارع العام. نتمناو ما يثبتوش في حوادث سير المارة والراجلين وايضا اصحاب السيارات اللي جايين في الاتجاه المعاكس. فدائما يعني الحديث عن امطار الخير اللي تهطلت هاد اليوم على مدينة الجديدة، امطار كانت قليلة ولكن رغم ذلك ف يعني دائما ملي كتهطل الامطار فالفلاح كيعيش على الامل، والامطار كتنعش امال الفلاحين في انقاذ الموسم الفلاحي، لان الموسم الفلاحي هذا الموسم كنعرفوا مجموعه من الاراضي خاصه الاراضي البوريه اللي كتعتمد على الامطار فضرات بشكل كبير، يعني الحبوب اللي الناس كانوا شارينها وزرعوها وخسروا فيها فلوس كثيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الفلاحية، ولكن ما كاينش إنتاج على مستوى الحبوب، كيبقى الأمل ديالهم يعني في الذرة وفي القطاني. وعلى ذكر المواد الفلاحية فحتى هي كاين فيها غلاء وارتفاع صاروخي في المواد الفلاحية، يعني الفلاح حتى هو كيتشكى، يعني لانكري الملحة المبيدات الأدوية كلهم الأثمنة ديالهم حتى هما تزادوا، وهنا كتزاد المعاناة ديال الفلاح ومجموعة من الفلاحة اللي بداو كيبيعوا الماشية ديالهم لأنهم مبقاش عندهم ما يوكلوها. عدد كبير من الفلاحة اللي بداو كيبيعوا يعني الماشية ديالهم، والماشية الثمن ديالها ماشي داك الثمن يعني اللي كتستحق، فالثمن نزل، ولكن الفلاح فهو كيحاول يتخلص من هاد الكسيبة ديالو من الماشية ديالو من البهيم ديالو، لأنه مبقاش عنده ما يوكلهم ولا بقاو عنده، فيعني غيضر أكثر لأن مبقى عنده ما يوكل وهما غادي يضعفوا وما بقاوش غادي يجيبوا ليه الثمن، يعني كيفضل يبيع وشدك الفلوس ديالها تحت منه ويرتاح حتى لبداية الموسم الفلاحي المقبل، لأن أغلب يعني المواشي هاد الأيام ما كاينش ما تاكل في بعض المناطق لأن كاين جفاف الصراحة هي هادي، والفلاح تضرر كثير خاصة الفلاح اللي في المناطق البرية هنا بمنطقة دكالة، يعني احنا كنتكلموا على المنطقة اللي احنا كنتواجدوا فيها واللي كنعرفوها وضابطينها مزيان، ما كنتكلموش على اماكن اللي ما كنعرفوها، كنتكلموا على هاد المنطقة يعني منطقة دكالة. الاراضي البورية يعني تضررت بشكل كبير، اللي باقي الامور عنده غادية شوية مزيان هم الناس اللي عندهم الابار كيسقوا من الابار، ونتمنوا ان شاء الله في قادم الأيام أو خلال الأيام المقبلة إن شاء الله تكون أمطار الخير بالشكل اللي كينتظروه الفلاحة، وتنتعش أمال الفلاحة في إنقاذ الموسم الفلاحي، وإن كان يعني الآثار ديال هاد الأيام اللي ما كانش تساقطات فهي عندها آثار سلبية وأثرات بشكل كبير على الفلاحة اللي بداو كيبيعوا الماشية ديالهم بواحد الثمن اللي قل من الثمن اللي كتستحق، لأنه مبقاش عندهم ما يوكلوه، وبالتالي ما يمكنش لي يحتفظ بها هاد المدة لأنه ما عنده ما يوكلها، وهنا فين كتزاد المعاناة ديال الفلاح، هنا فين كاين صعوبات كبيرة اللي كيعيشها الفلاح.
الفلاح دائما كينتظر المطر، لان يعني لما كانش امطار خير فالفلاحه كتكون مصدره بشكل كبير، وهذا هو الشيء اللي كيخلي الان يعني الخضروات الثمن ديالها كيطلع. خضره غاليه لانها اصلا قليله، ديك الاراضي اللي موالفه كتكون فيها الخضره المساحه ماشي هي المساحه اللي مولفين كنشوفوا سابقا، يعني المساحه قليله. الناس اللي عندهم الابار هما اللي دايرين الخضره، وهذا لهذا السبب ارتفع الثمن، لان العرض قليل والطلب كثير. وحنا كنشوفوا مجموعه من الاراضي الفلاحيه ما كاينش فيها يعني ديك الخضره اللي موالفين كنشوفوا على اي فبمنطقة دكالة، يعني بعد تهاطر الأمطار قليلة هدا اليوم على عاصمة دكالة، مبقاش البرد القاصح والهدوء كيخيم على شوارع منطقة الجديدة أو عاصمة دكالة. يعني جو جميل، مكاينش البرد القاصح. فأيوب لطيفي يحيينا من منطقة شتوكا، منطقة شتوكا تحية فلاحية، وحنا كنبادلو نفس التحية نفس الحب. فكنحييو جميع مشاهدي قناة شوف تيفي اللي مازال ساهرين معنا، مازال كيتبعوا معنا هاد المباشر. محمد زعيم كيقول مساء الخير للجميع، يا ربي ارحمنا برحمتك، اللهم امين. تعقي كيقول تحيه مسائيه عطره، حنا كنبادلوك نفس التحيات، تحيه عطره من منطقه دكالة، كنبعثوها لجميع مشاهدي قناه شوف تيفي اللي مازال ساهرين معنا، مازال كيتبعوا معنا يعني هاد النقل هاد البث المباشر من شوارع مدينة الجديدة عاصمة دكالة، الإقليم الفلاحي بامتياز. فأغلى التحايا كنبعثوها لهم مشاهدي قناة شوف تيفي اللي مازال كيتفاعلوا معنا، مازال كيبارطاجيو، مازال يعني التعاليق ديالهم كيتبادلوا معنا المعلومة وكيتكلموا لنا على المناطق ديالهم. فاحنا كنحيوهم بدورنا، تحية كبيرة. كنحيو الناس ديال سوس حميد نيال، سوس شتوالو، فنطلب الله ان شاء الله يرحمنا. فجميع المناطق اللي فيها الفلاحة كلها محتاجة الامطار الخير، وكنعرفو منطقة سوس حتى هي منطقة فلاحية وفي حاجة ماسة الأمطار الخير. تحية عاطرة كنبعثوها لجميع مشاهدي قناة شوف تيفي أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن، فكنبادلهم نفس التحية نفس الحب نفس التقدير نفس الاحترام. وهما لحدود هاد اللحظة مازال ساهرين معنا، مازال كيتبعوا معنا هاد البث المباشر. الساعة تشير إلى الساعة 11:10 ديال الدقيق، وهم مازال ساهرين معنا. هادو مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، فكنحيوهم وكنبادلوهم يعني نفس التحية نفس التقدير نفس الاحترام. كنقول لهم تحية عاطرة كنبعثوها لكم من مدينة الجديدة عاصمة دكالة، عاصمة الفلاحية بامتياز، منطقة فلاحية بامتياز عاصمة دكالة. فأغلى التحايا كنبعثوها لكم، وحنا يعني كنجوبوا شوارع منطقة دكالة كما كتلاحظوا معنا كاميرا قناة شوف تيفي، فهي دائما كتنقل لكم الأهم الشوارع اللي كتتبعوا معنا وكأنكم حاضرين معنا، يعني لحظة بلحظة تشوفوا أهم المناطق، تشوفوا الأجواء داخل هذه المدينة خلال هذه اللحظات. وانتم مشاهدي قناة شوف تيفي كنحيوكم،
تحية حارة، تحية كبيرة من أعماق القلب إلى جميع مشاهدي قناة شوف تي في اللي مكانتهم كبيرة عندنا، وكنبادلوهم نفس التقدير ونفس الوفاء، فهم أوفياء القناة ديالهم، قناة الشعب، واللي كيتبعوها بإمهان لحظة بلحظة، ودائما كيشوفوا أي مباشر من مختلف المدن المغربية فهما كيتبعوه. وهذا هو الفرق بين مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء اللي دائما ملتصقين بالقناة ديالهم لمعرفة كل جديد، معرفة الأخبار، معرفة يعني كل ما يروج داخل وخارج أرض الوطن. وكنحييو جميع زملائنا بقناة شوف تي في، سواء اللي كيتواجدوا بمختلف المدن المغربية، مختلف مدن المملكة المغربية، أو زملائنا اللي بالإدارة المركزية وباستوديوهاتنا المركزية بمدينة الدار البيضاء. وتحية أيضا للإدارة العامة ديال هاد القناة اللي كتبذل كل ما في وسعها لإرضاء مشاهدي قناة شوف تي في، اللي دائما حاضرين، دائما بتعاليقهم بتفاعلهم يعني مع القناة ديالهم، وكيتبعوا جميع الأخبار، جميع اللايفات المباشرة. دائما هما حاضرين معنا. أم حمزة كتقول واش كاين شي شتا في ولاد عمران؟ ولاد عمران منطقة بدكالة وكتواجد بالقرب يعني وتابع الإقليم سيدي بالنور. ولاد عمران حتى هي كاين أراضي شاسعة وأغلبهم مناطق بورية تما، ومحتاجين للشتاء، يعني ملي كتكون الشتاء أمطار الخير فكتكون الدنيا مزدهرة بأولاد عمران. أم حمزة كنحيوك من منطقة دكالة، من عاصمة دكالة مدينة الجديدة. أغلى التحايا كنبعثوهم لمشاهدي قناة شوف تي في اللي مازال حاضرين معنا بتعاليقهم بتفاعلهم في هاد اللحظات، وهما كيشوفوا معنا يعني الشوارع ديال مدينة الجديدة والأجواء داخل مدينة الجديدة في هاد الأثناء. فما كاينش داك البرد القارس اللي ملف بتهاطم أمطار الخير هاد الصباح على مدينة الجديدة، وإن كان يعني ماشي بديك الامطار اللي كنا كنتظرو وديك الشتاء اللي كنا كنتظرو، ولكن عيل على ايين الناس كتفاعل مع هاد الامطار ديال الخير اللي تهاطلت على مدينة جديدة. وحنا كنشوفو مشاهدي قناة شوف تي في تهور ديال مجموعة من سائقي السيارات في هاد اللحظات، والسرعة المفرطة اللي كيجرو بها في وسط هاد الشوارع اللي جاو. كاينة كثافة سكانية حنا في حي النجد، حي السلام، والسرعة المفرطة وسط المناطق الأيلة بالسكان. كنتمناو يعني جميع السائقين يتاخذوا الحيطة والحذر وانتبهوا، رغم أنك تكون غادي بسرعة قليلة وشاد اللي من ديالك، ولكن ديما احتاط، لأن كاين بعض السائقين يعني المتهورين اللي كيجريو بسرعة فائقة وما كيحتارموش قانون السير، ما كيشوفوش علامات تشوير، ما كيوقفوش في الإشارة الضوئية، كيحرقوا الضوء. ديما خاصنا نحتاطو من مثل هاد الناس. كما كتشوفو السباق، ها هو أمامكم الكاميرا شادة لكم، كما كتشوفو السباق ديال ثلاثة السيارات، ها هو أمامكم نقل مباشر وحي. نتمناو السلام، ونتمناو ان شاء الله ما نبغوا لهم اي مكروه، حتى شي واحد ما يتصاب يا رب. فدائما حنا كنقوموا بجوله داخل شوارع مدينه الجديده في هاد اللحظات، وكنحيوا جميع مشاهدي قناه شوف تي في اينما كانوا داخل وخارج ارض الوطن، ايضا بمنطقه دكالة اقليميه الجديده وسيدي بنور. يعني كنحييو جميع المشاهدين اللي كيتبعونا، وكنحييو جميع مشاهدينا بمختلف مدن المملكة المغربية
اللي مازال حاضرين معنا كيتفاعلوا معنا التعاليق ديالهم وكيعطونا الاخبار حتى هما ديالهم، كيتبادلوا معنا الاخبار ديال المناطق ديالهم كيفاش هي الاحوال، واش كاين البرد واش كاين الشتاء، واش كاين برد قارس ولا اجواء يعني كيف كاينه في الجديده. احنا ما كاينش برد قارس هاد الليله بعد تهاطل امطار الخير هاد الصباح، رغم ان كان قليل المطر، ولكن رغم ذلك ف يعني كانوا الناس فرحانين مع الصباح امطار الخير اللي تهاطلت على مدينه الجديده وعلى مجموعه من المناطق بدوكالة إقليمي الجديدة وسيدي بنور، المناطق الفلاحية واللي معروفة بإنتاج الخضروات، القطاني، اللحوم الحمراء، البيضاء، البيض، الحليب، كتساهم في الإنتاج الوطني. هذه المنطقة منطقة دوكالة كتساهم في الإنتاج الوطني بواحد الشكل كبير، وخاصة في بعض الزراعات وبعض المنتجات يعني كاللحوم البيضاء والحمراء والبيض والحليب والسكر، يعني اكبر واحدة صناعية ديال انتاج السكر فهي كتواجد بمنطقة دوكالة والضم بمدينة سيدي بنور، واللي كتساهم بواحد انتاج كبير في هاد المادة ديال السكر. وملي كنتكلموا على انتاج كبير يعني بان المنطقة كتعتمد على الزراعة ديال الشمندر السكري، يعني مناطق ديال الزبابرة، ديال سيدي بنور، ديال العونات الغربية، كلهم مناطق يعتمدوا على زراعة الشمندر السكري، وكلهم عندهم آبار، يعني ما كيتأثروش الناس اللي عندهم شمندر السكري، كاين الآبار وكاين يعني السقي بالتنقيط عن طريق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. الزراعات اللي تأثرت هي زراعة الحبوب وبالمناطق البورية، واللي تأثرت بواحد الشكل كبير المناطق البورية، ونعكس ذلك سلبا على الفلاحة اللي أغلبهم بداو كيبيعوا الماشية ديالهم لأنهم مبقاش عندهم ما يوكلوها صراحة، والله يكون في العون ديالهم، وحتى الأثمنة ديالها مبقاش تساوي هذاك الثمن اللي كانت كتجيب يعني الأثمنة، يعني لا الأغنام ولا الأبقار ولا يعني مبقاش الثمن اللي كان. فكنتمناو إن شاء الله وكنطلبوا الله يرحمنا باش على الأقل يعني قد ما يمكن إنقاذه. وحنا يعني قبل ما ننهيو هاد المباشر فكنتمناو يعني ليلة سعيدة لجميع مشاهدي قناة شوف تي في أينما كانوا بمختلف مدن المملكة المغربية، فأغلى التحايا كنبعثوها لهم من مدينة الجديدة، تحية عطرة لكل مشاهدينا، كنضربوا لهم موعد في قادم يعني الساعات المقبلة غدا إن شاء الله الليلة في أي لحظة، فكل ما كان شي جديد فإحنا معهم على المباشر خدمة لمشاهدي قناة شوف تي في أولا وأخيرا. دائما نحاول نقدم العمل وعمل بالجودة والدقة المطلوبة خدمة لمشاهدي القناة، مشاهدي قناة شوف تي في أينما كانوا، لأن مكانتهم كبيرة عندنا، ولهذا كنحاول دائما نكونوا حنا السباقين الأخبار، ياخذوها ويلتقطوها من القناة ديالهم المفضلة، قناة اللي كيبغوها، قناة اللي هم مشتركين فيها، قناة شوف تي في، قناة الشعب. احنا دائما على العهد، دائما حاضرين معهم، ودائما غنواصلوا معهم التميز، واصلوا معهم يعني كل جديد، كاع الشيء اللي كيخطر على البال ديالهم واللي كيبغوا كيلقاو في القناة ديالهم، قناة شوف تي في، قناة الشعب. وكنحييهم ونبادلهم نفس التحية ونفس التقدير نفس الحب، ونضربوا لهم إن شاء الله مواعيد أخرى في مباشر آخر إن شاء الله. احنا دائما معهم
بالليل بالنهار في كل لحظة، كل مكان جديد احنا معهم. في انتظار ذلك استودعكم الله مشاهدي قناة شوف تيفي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.